يا اهلا وسهلا فيكم في الحلقة الثانية من بودكاست المربع الذهبي. ضيف اليوم نايف الدراهم المبدع المتألق والجميل، حياك الله نايف. الله يحييك، ونتمنى ان شاء الله في حلقة ثانية نقدم طرح مصري يفيد الجميع. تعرف شو نتكلم عنه اليوم نايف ولا؟ اعرف وزعلان والله من هذا الشيء، ان شاء الله يعين. والله كلنا زعلانين. على العموم اليوم راح نتكلم عن تعادل المنتخب السعودي ضد اندونيسيا، واكيد ما نقدر نتجاهل مبارياتنا الجاية ضد منتخب الصين اللي جايين من خسارة جدا صعبة ضد اليابان بنتيجة 7-0. خلونا نبدا مباراة المنتخب السعودي ضد اندونيسيا. الصراحة كانت مباراة محبطة نوعا ما للجمهور السعودي اللي كان متوقع فوز مريح، مباراة يعني سهلة بتكون، واتوقع انك محبط مع ادمعهم. انا قبل كيف شفت انت المباراة؟ خليني قبل ما ابدا لازم اوجه اعتذار لنفسي ولجميع الاشخاص اللي دافعت عن مانشيني قدامهم. انا كنت من مؤيدين مانشيني، كنت اقول الخطة اللي يلعب فيها يعني لازم يتعود عليها اللاعبين ويتأقلمون عليها، لكن اساوا مانشيني على تطبيق هذه الخطة بدون الادوات اللي تساعد فيها، هذا اللي كان محبط. يعني في مباراة اندونيسيا بدأ بالتشكيلة الغلط، بدأ بخط وسط ما يدعم التشكيلة، بدأ بخط وسط غير جيدين باستخدام الكرة، أدت إلى تعادل المنتخب وظهور المنتخب أول ربع ساعة بمستوى جدا محبط. مانشيني اشار على القرارات هي سبب تدهور المنتخب في مباراة اندونيسيا، اشار على بدء التشكيلة بشكل غلط، كمل هذا الغلط. لكن بس معلش ما اقطع واردك، يعني التشكيله هذه ترى يلعبون فيها اكبر المنتخبات وانت عارف هذا الشيء. المنتخب السعودي لو تلاحظ بهذه التشكيله صار قوي دفاعيا بشكل عجيب، يعني مو بصار الكره صار الهدف ما صار يدخل عليه بسهوله، اكيد الكل لاحظ هذا الشيء وحتى في كاس اسيا ترى. طيب خلينا نبدا فيها نقطه. المنتخب السعودي كان يميزه خط الوسط، كنا ضعيفين في دفاعيا وضعيفين هجوميا بين هالفراش. مع مانشيني ما اقدر اقول ان تحسن كويسين دفاعيا، تحسننا بدرجه بسيطه. الهدف اللي جانا من اندونيسيا اكبر دليل على الاخطاء. لا لا معليش معليش، الغلط اللي في الغلط في مباراه اندونيسيا كان غلط فردي. طيب من اللاعب خليني اكمل كلامي. تحسننا نسبيا لكن مو تحسن اللي يحمي شباكنا بشكل مشتمل. طيب ناخذها على خط الوسط اللي كان جيد وكان من افضل خطوط الوسط تقريبا الاسيويه. كنا قدرنا نسيطر على منتخب اليابان في مباراتين، في تصفيات 2018 وفي تصفيات 2020 اليابان واستراليا، قدرنا نسيطر عليهم بشكل كامل بسبب قوه خط الوسط. خط وسطنا حاليا ما مو قاعد يدعم فكره مانشيني. ايش ينقص الخط الوسط؟ من اللاعب اللي لو تركبه في هذه المنظومه هذه بيقدم مستوى يعني كويس؟ انت لما تقلل خط الوسط عندك الى 3 عناصر بس، لازم تحط اللاعيبه اللي يجودون اللعب بكره القدم. اي مين هم؟ عندك مختار علي، عندك فيصل فيصل لا اله الا الله فيصل غامدي، فيصل غامدي، عندك عباس الحسن، هذول موجودين عندك بالتشكيله، ثلاثتهم افضل من محمد كنو وعبد الله خيبي، انت ما شفتهم نهائيين. انا مع اللعيبه احتياط في انديتهم، يعني صعب ان زي هذه المباراه يدخل بشكل سريع. لا يقدر يدخل بشكل سريع. عبد الله خيبري اساسي مع النصر. عبد الملك الخيبري في 2018 كان احتياط بشكل مشتمل مع الهلال، مع ذلك كان يلعب اساسي. لا كان يلعب كان بدايه الموسم بعد شعب عبد الله طيف الاساسي وهو احتياط وكمل بشكل اساسي مع مافكت. اذا بنرجع حتى مع هيفي ونال كان عنده لاعبين يكونون دكة، مع ذلك لما يجون المنتخب يلعبون بشكل أساسي. وجود اللاعب في الدكة هذا ما يعني إنه ما يلعب أساسي مع منتخبه. في نهاية المنظومة هي اللي تفرض اللاعب إنه يكون موجود أساسي أو لا. مانشيني هو مشروع إنه يلعب بالتشكيلة هذه، ومشروع على نفس العناصر، مشروع على إنه يبدأ بشكل غلط في أغلب المباريات. يعني معلش أسألك، أنت تشوف إن سبب خسارتنا هذه كانت بأخطاء تكتيكية أو تقصير من اللعيبة؟ في تقصير من اللعيبة، أنا مو هذا اللي أنا أبغى أوصله، لأن العالم كلهم يشوفون الأخطاء كلها على مانشيني، ما قاعد يحملون يعني مانشيني قال فراس بركان ضيع الهجمة اللي انفرد فيها قدام المرمى، معقولة؟ الخطأ الأكبر يتحمل مانشيني لما تبدأ بشكل غلط. يعني فاشل بوكان أوكي ضيع الهجمة اللي كان منفرد فيها، لكن فاشل بوكان تسبب بلنتي، فاشل بوكان كان متحرك، فاشل بوكان شكل خطورة اللي ما تبدأ فيها أساسي. وش السبب اللي خلاك راجع من إصابة نايف؟ راجع ما في أي لاعب يرجع من إصابة بيدخل على طول، ممكن تدخل بوقت أبكر من هذا الموضوع. كان متى يعني؟ كان في مع بداية دخل دقيقة 60 تقريبا، كان يبدأ يدخل من بداية الشوط، لأن كان عبد الله وديف في الشوط الأول كان غايب تماما. طيب إذا كنت لاعب موجود أو لعب، صالح الشهري أقل شارك بدقائق معدودة بعد الاتحاد، كنت تقدر تخليه يلعب. لكن هل صالح بيضيف له قيمة فنية في المباراة اللي كان ضد اندونيسيا؟ هنا السؤال. ممكن يضيف قيمة فنية. ثقيل. ممكن نضيف. نجي بموضوع صالح الشهري حتى، بس خلني أكمل بعض الكلام. البداية بتشكيلة غلط ما كانت بس بالخط الوسط، حتى بالأظهرة. يعني عندك سعود عبد الحميد
لا تقولي ما لعب مدوش وجاي من روما، لا شو عبد الحميد جاهز انه يلعب. والدليل ما في عذر، ما في عذر. والدليل انه يوم دخل كبديل بدل المصاب متعب الهابي كان افضل وكان الابرز ما بينهم، وسوى نقله بالمنتخب بالاداء المنتخب فنيا. وجوده في الدكه ما كان في اي مبرر هذا الموضوع. اصراره على عدم مشاركه مختار علي هذا شيء غريب. مختار علي من افضل اللعيبه اللي شفناهم الموسم الماضي مع الفتح في خانه محور السته. عبد الله خيبي غير جيد باستخدام القدمين في اللعب، وهذا الشيء شفناه في الخطا اللي تسجل منه الهدف الاول لدنوشيا. محمد كنو جدا شيف هذا الموضوع، مع ذلك نشوفه موجود في القائمه نفس الشيء بشكل مستمر ونشوفه يلعب الى اخر الوقت. الوحيد اللي كان متحرك في اليمين يسوي لمشعب الجوع، قدم مباراه كبيره سوى كل اللي عليه. يعني اداء كان فردي عظيم منه، لكن كان لحاله. شالم الدوشري عتب كبير عليه، يعني العتب الاول إصراره على تنفيذ ركلات الجزاء وإنه يكون منفذ الأول. شام دوشي مو منفذ. تعليمات مدرب هذه. تقدر أن تتنازع عن هذا الموضوع لأنك أنت منفذ جيد لأكثر. طيب في حال أنه تنازل، في حال أنه تنازل واللاعب اللي يتقدم يشوت البلنتي ضيعها، مين راح يلوم المدرب؟ أنت لما تحط أفضل لعيبة وضيعها ونادو ضيع ماشي ضيع، في لاعبية كثير ضيعوا، بس أنت حط الأفضل. عندك مشعب الجويب وعندك محمد كنو أفضل من شام الدوشي. محمد كنو؟ محمد كنو ما ضيع ولا ركلة جزاء. لا يا ابن الحلال. عطنا ركلة جزاء ضيعها محمد كنو. لا لا محمد كنو هو كم شات أصلاً بلنتي عشان نقول كم ضيع؟ شات كثير. لا. الهلال في الفترة الأخيرة لعب كثير. ركلات ترجيح محمد كنو كان يسجلها دائما. محمد كنو مميز بتكنيك تنفيذ ركلة الجزاء، هذا ما حد يختلف فيه. لكن إصرار تنفيذ شالم دوشي ما عنده تكتيك وما عنده تكنيك معين عشان يسجل فيه، يدلع الحارس من الأخير. يعني مع المنتخب من ثمان ركلات ضيعوا بعض، ضيع النص مع ذلك إصرار. وكلها في مباراة مهمة. الإصرار العجيب على أنه يكون منفذ الأول. أنا أستغرب هذا الإصرار بالتحديد من كابتن، مفروض تبحث عن الأفضل للتسجيل، الأفضل للتشديد. مباراة كانت محبطة بكل الأحوال، تعثر محبط جدا، ما أعرف، لكن راح يصعب علينا المهمة كثير كثير، راح يصعب علينا هذه المهمة. نتعثرنا ضد أضعف منتخب في التصفيات، هذا ما اشتغلنا تعثر أستراليا، البحرين أعطانا هدية إن ما اشتغلناها نهائيا وإحنا تعثرنا معهم، فما محبط كل ما كل شيء صار محبط. جميل. طيب بالنسبة لك يعني من كنت تشوف أفضل لاعب في المباراة؟ وهل في لاعب يعني خيب توقعاتك أو كان بعيد عن مستواه المعتاد؟ الأفضل كان مشعب الجويب وسعود عبد الحميد. سعود عبد الحميد بعد دخوله سوى فارق. مشعب الجويب من أول دقيقة كان علامة فارقة في وسط المنتخب، كان يحاول يسوي كل حاجة، كان السبب في الهدف. شاهين الجويب سكت كثير من جماهير الهلال اللي كان طالب بخروجه وإعارته. ما أتوقع أن كثير كان يطالبون بخروجه، لكن جيشيش ما كان يشوفه لاعب أساسي، وأنا مع خروجه إذا كان راح يكون أساسي في الشباب، لأن أحتاج مشعب الجويب يلعب دقائق كثيرة بشكل أساسي عشان يفيدنا في المباريات القادمة مع المنتخب. اللي خيب أمالي شام الدوشري. شام الدوشري الأمال عليه كبيرة. أنت أفضل لاعب سعودي، أنت قدرت تأخذ خانة أساسية بوجود الأجانب في نادي الهلال. الأمل أنك تشوي الفارق، ما تكون عبء على المنتخب. شالم شفنا للمحات كان فيها جيد في المباراة، لكن كان مخيب الأمال بشكل عام. لكن إذا بناخذ لاعب ثاني، عبد الله الخيبي كان تايه تماما في المباراة. يعني الشوط الأول شوط كارثي، تمريرات غلط بجملة، تمركز غلط، تدخل على جملاء اللاعبين وتسبب فيها بهدف. عبد الله الخيبي كان شاهد تماما. هذه مشكلة التشكيلة اللي يعتمد فيها مانشيني، تحتاج خط وسط جدا قوي. مشكلة المنتخب السعودي من وجهة نظري ومن وجهة نظر كثير من الشارع الرياضي بالتشكيلة هذه، لو مانشيني يطور لخط الوسط كان جحت معه. هنا المشكلة، قاعد يعتمد على لعيبة لاعب أو لاعبين ومثابت معهم من بطولة كأس آسيا. الحل موجود. مين الحل موجود؟ مختار يعني الحل. مختار علي لما يلعب في خانة ستة راح يسوي الحل. في لاعب ثاني أنا أعرف إن مانشيني مجتهد ورجع ضمه، لكن لو كان موجود ما حكنا نشوف هذا الخلل الموجود في خط الوسط اللي هو شمال الفوج. شمال الفوج جيد في هذه التشكيله، ولا ننسى ان شمال الفوج لعب هذه التشكيله عام 2015 مع دونس. الهلال كان يلعب بهذه التشكيله. صحيح. كان شمال الفوج من ابرز النجوم في هذه التشكيله مع الهلال، وكان يلعب لحاله في خانه المحور. صحيح. ما كان يلعب مع اي احد، مع ذلك كان يقدم مستويات مميزه، وكانت نقله نوعيه لشمال في الهلال وفي المنتخب. يعني شفناه يا شاشي بشكل مجتمع، وشفناه يلعب في الخانة هذه بشكل مجتمع بعد ما كان يتنقل ما بين الظهير والجناح وخلف المهاجم.
فسلمان مميز هذه التشكيله. استبعاده ما استبعاده يقولون يعني كثير من الجماهير يشوفون انه خلاص سلمان انت يعني ما يقدر يقدم زي لا يقدر لا يقدر يقدر يقدم يقدر يقدم يعني سلمان ترى لسه عمره 35 سنه يعني اوكي بعض يشوفه لاعب كبير لكن لما نشوف منتخبات ثانيه هو لا انا ما نتكلم عن العمر نتكلم عن الاداء الفني حتى اداء الفني حتى اداء الفني يعني في الموسم الماضي قدم اداء كويس مع الهلال في كل مباراه كان يدخل فيها. هذا الموسم تبعت له مباراتين مع نيوم كان مستوى جدا كويس. اعرف ان الدوري يلو مو بقوه دوري واشن ولا بقوه التصفيات لكن سلمان لاعب كبير سلمان يمتلك الخبره سلمان يمتلك قائد بالضبط هذا اللي كان يقصد المنتخب في المباراه الاخيره قائد داخل قائد يعني. داخل الملعب موجه داخل الملعب بوجوده كان راح يكون مؤثر. اعرف انه مستحيل يكون موجود استغرب هذا الشيء استغرب اشاو مانشين على استبعاده بشكل كامل مع انه ضم لعيبه يعني كانوا في هذه المشكله مثل شيطان غنام والعقيدي رجع ضمهم لكن ما اعرف وش السبب. اتمنى لو كان في حل او تدخل بتقريب وجهات النظر ما بينهم راح يكون مفيد للمنتخب. اذا بنتكلم بعد عن مانشيني بعد المباراه طلع بتصريح مضحك جدا طلع قال ان اغلب ليته ما طلع يعني قال اغلب لعبه المنتخب ما يلعبون اساسيه. بيعرف من اللاعب اللي لعب في التشكيله ما كان اساسي. كل اللعيبه اللي يدور على التشكيله كانوا اساسيين ما عدا محمد العويش وديف لعب دقائق معدوده كبديل لعب يعني مو حتى مو لعب لا لعب شارك يمكن شارك نقول 15 دقيقه عدد قليل لكن شارك حلو. باقي اللعيبه كانوا تقريبا بشكل اساسي. خلينا نكمل النقطه الثانيه اللي هو تكلم ان في 12 لاعب محترف اوروبا مع منتخب دنمارك صحيح في 15 لاعب ثلاثه لعيبه يلعبون في انديه كبيره اثنين منهم يلعبون احتياطيين باقي اللاعبين اللي يلعب في الدوري الثالث اللي يلعب في الدوري الرابع اللي يلعب في الدوري الثاني مو عذر اصلا ومو بشكل اصلا الانديه مو عذر ما يلعبون بشكل اساسي هم احتياط يعني في النهايه هم محترفين في اوروبا لكن محترفين كبدلاء يعني كنا تجربه حتى لو كانوا اساسيه مو بعذر انا اعرف انه مو عذر يعني معقوله كل ما خسر المنتخب تطلع بهذه التصاريح والاعذار لين متى؟ هذا اللي انا ابي ان شاء الله يعني لما انت تبي تطلع لك اعذار طلع لك اعذار منطقيه لكن الاعذار اللي طلعها مانشين ابدا مو منطقيه. هيفي وناود قدروا يفوز على الانتيوتين بعناصر يعني نفس العناصر تقريبا ما كان فيها فوق يعني كبير بالعناصر. مو تمجيدا لهيفي وناود هيفي وناود في النهايه غادر المنتخب والله يستر عليه لكن الحل انك بالعناصر اللي عندك تجرع فيهم القتاليه تجرع فيهم القوه مو في كلمات تعطيهم الملامه وان انا ما عندي انا ينقشني وينقشني وينقشني هذا كذا كانك تشعر اللاعب عدم اهميته وعدم قيمته كيف تبي يعطيك او كيف تبي يقاتل عشان مع ان هذا الموضوع المفروض ما يكون موجود في المنتخب السعودي. اي لاعب راح يمثل شعار الوطن لازم يقاتل على كل حاجه. اللي افهم من كلامك ان سبب الخسائر او سبب النتائج المخيبه للامال اللي هو مدرب مانشيني. على العموم التعادل مع فريق مثل اندونيسيا يعتبر مخيب بنسبه كبيره للمنتخب بحجم المنتخب السعودي. كيف تشوف التاثير النفسي على اللاعبين والجهاز الفني بعد هذه المباراه بحكم ان عندهم مباراه ضد الصين اللي خسر ضد اليابان 7-0؟ شوف انا يعني ما في عامل نفسي اقوى من انك تمثل منتخب بلادك وانك امام مهمه التاهل لكاس العالم. هذا اقوى دافع المفروض يكون موجود للعيبه. انت قاعد تمثل بلد كامل مو قاعد تمثل نفسك قاعد تمثل المملكه العربيه السعوديه. هذا اقوى دافع انك لازم تقاتل على كل دقيقه داخل الملعب لازم تقاتل على كل ثانيه داخل الملعب لازم ما تيأس حتى اخر دقيقه لازم تحاول انك تسجل. يعني انا ما ابغى يتكرر اللي شاف مباراه اندونيسيا دقيقه 99 غير منطلق في مرتده في منطقه الجزاء ما في فاصل بوكان لحاله ما يبغون يتحركون مو بس ما يبغون يتحركون. انا عارف ان اوكي المدرب اخطا المدرب اشرى حتى دقيقه 99 بوجود ثلاث قلوب دفاع ما دخل ما كان المدرب لازم يكون اللاعب اللي يمثل المنتخب بالارتداد الشيع. كنت اتمنى اشوف اكبر عدد ممكن قاعد ينطلق ويكون داخل منطقه الجزاء بالتحديد البدله يعني المولد على عباس الحشا كنت اتمناهم يكون اكثر شجاع عشان يشوفون منطقه الجزاء ويشاهدون هذه الهجمه. اتمنى قتالي اكبر من اللعيبه اتمنى يستشعرونهم يمثلون المنتخب السعودي يمثلون المملكه. اتمنى من سالم انه يكون قد المسؤوليه قد الشعار الكابتنيه اللي قاعد اتمنى يكون قائد حقيقي في الملعب مو مجرد كابتنية يحملها. أتمنى ذلك الشيء لكن أنا اللي أتمنى منه أكثر إنه بس يقدم لي مستوى داخل الملعب وكثر الله خيره قدم لي مستوى بس مستواك المعهود وخلصنا المباراة وخلنا نفرح بثلاث نقاط. طيب تمام جميل نجي الآن المباراة القادمة ضد الصين. منتخب الصين جاي من خسارة. طيب ما بيقاطعك بس قبل ما تبدأ مباراة منتخب الصين أنا عندي عتب على رئيس الاتحاد السعودي ياسر المشهد. يا شيخ مش بعد المباراه طلع بتصريح انا بالنسبه لي كان مشتت. خلينا نسمع تصريح حسن. شفنا اليوم نتائج استراليا
أحد أكبر المنتخبات في آسيا تخسر على أرضها من منتخب البحرين الشقيق، ليس تقليلا منتخب البحرين لكن أتكلم عن التصنيف. اليوم بطل آسيا المنتخب الشقيق قطر يخسر بالثلاثة على أرضه من منتخب الشقيق الإمارات أقل تصنيف، اليوم نشوف فلسطين تتعادل مع كوريا. يعني هذه نتائج تعطيك انطباع أنه كل المباريات هتكون صعبة. المنتخبات الآسيوية متطورة، المنتخب الإندونيسي عنده 12 لاعب يلعب في أوروبا، منتخب جارانا وأحرجنا في فترات المباراة. اسمعنا التصريح، يعني 6 سنوات منتخبنا ما تطور، 6 سنوات ياسر المسحل يعني أخذ فرصته بشكل جدا عالي، وش الأفضل؟ نشوف الأفضل يستقيل ويترك المجال الرياضي لأهل الاختصاص أو إيش؟ أنت إيش رأيك؟ تصريح ضيق صدورنا، تعبنا، تصريح يعني ما تدري إيش ترد عليه. بعيدا عن أنه يستقيل أو يكمل أو هذه الأمور، يعني هذه مو باختصاص وزارة الرياضة، لكن العتب أنت كمسؤول أول على رياضة السعودية أو على اتحاد كرة القدم تطلع بعد المباراة وتبرر لفشل مدربك ولعيبتك، تقول ان مو بس انا اللي كنت فاشل، حتى استراليا خسر البحرين على ارضها، قطر وتعثر، كوريا تعثرت، بس طيب فيه اليابان فاجت 7، تقول لي اليابان فاجت 7، قل لي ايران انتشرت، قل لي الامارات قدرت تفوز خارج ارضها، قل البحرين قدم مستوى مميز وفاجوا فيها، الامارات قدم مستوى كويس على فريق مثل قطر، امتدح الناجح واثنى على الناجح وقل اتمنى اكون مثله، لا تقول هذا فاشل وانا تاني مثل الفاشل واكمل معه. يعني تصريح ما اعرف كيف اوصف، بس عيب يطلع من شخص مثل ياسر المسحل. ما كنت اتمنى نهائيا انه يطلع من ياسر المسحل، كنت اتمنى انه ما يطلع ولا يطلع بهذا التصريح. اذا بنتكلم عن ياسر المسحل، اذا بنتكلم عن المنتخب، المنتخب بعد استقاله هيرفي وناد شهر 3 عام 2023 كم قعدنا مشاوع عشان نعين مارفل، عشان نعين مانشيني؟ 5 شهور، 5 شهور منتخب بدون مدرب عشان تبدا تعين مانشيني. طيب انت كنت بادئ مشروع مع هيرفيونات، هل مانشيني بنفس افكار هذا المشروع؟ لا، انت هيرفيونات كنت مجدد معه الى 2027. لما جبت مانشيني جبت مدرب بافكار مختلفه عن افكار المدرب السابق، صحيح، بمدرسه مختلفه عن مدرسه المدرب السابق، صحيح. حاليا لما الناشط طالب بإقالة مانشيني، تعرفون تبعات هذه الإقالة وش ممكن تصير؟ لا تبعات كبيرة جدا جدا جدا، لأن حتى مدرب المنتخب الأولمبي حاليا إيطالي بيطلب من مانشيني، فأنت راح تغير هيكلة الموضوع، متعب الموضوع، انه خلاص مو سهل زي ما يتخيل البعض، انه حاليا تدبشنا مانشيني، لكن لازم نقعد مع مانشيني عشان يغير بعض الافكار اللي تناسب منتخبنا عشان نطلع بمستوى صعب مميز. صعب جدا. نحاول في النهايه مانشيني، انا ما ابي اكون قاسي على مسيرته والتاريخ حقه التدريبي، مانشيني قدر، لكن لازم يعرف امكانيات اللعيبه اللي مانشيني قدر بادوات بسيطه وبلاعبين بسيطين يحقق اليوم مع ايطاليا، هو قادر انه يطلع افضل ما في اللعيبه، لكن لازم يتخلى عن بعض القناعات او يلعب بافضل الادوات اللي عنده. عتبي على ياسر المسحل كبير، اتمنى يكون هذا اخر مره يطلع شروح بهذا التصريح الانهجامي. طيب خلينا ندخل على مباراه الصين. يلا نبدا. منتخب الصين جاي من خساره ثقيله، وانت عارف هذا الشيء، 7-0 ضد منتخب يعتبر من افضل منتخبات في قاره اسيا، وهذا الشيء يخلي البعض يتوقع يعني فوز سهل للسعوديه. وتوقع أنت نفس الشيء؟ لا ما أتوقع يكون فوز سهل، بس يعني عطني رأيك أنت نايف، هل هذه الخسارة يعني تعني أن منتخب الصين صار ضعيف، ولا ممكن نشوف ردة فعل قوية منهم؟ شوف، منتخب الصين مو ضعيف، منتخب الصين أفضل من إندونيسيا، بس إن شاء الله ما نعاني ضدهم ويكون لعبتنا قد المسؤولية ويقدرون يظهرون بالمستوى الأفضل. منتخب اليابان فارق عن الجميع، فارق عن جميع منتخبات آسيا، منتخب اليابان بليفل عالي جدا في مكان، والمنتخبات الثانية في مكان تماما، منتخب فارق عن الجميع بشكل مخيف في الفوز، حتى على كوريا ترى فارق عن جميع المنتخبات الآسيوية في الفوز على الصين، هذا كان متوقع انه يفوز. نتيجة 7-7، نتيجة 7 هي نتيجة كبيرة، نتيجة تخوف، نتيجة تخوف، لكن هي ما تتكرر كثير، يعني تفوقوا لعيبة اليابان باستغلال كل الفرص، وهذا شيء مو زي كأنهم راجعين يعني يردون الثار على موضوع 2022 تصفيات، ممكن، لكن هم دخلوا سجلوا كل الفرص، هذا الشيء مو ممكن، يعني مستحيل انه بيتكرر بشكل دائم. يعني امثله ممكن على مثلا مباراه الهلال والاتحاد اللي انتهت 7 و6 اهداف في الشوط الاول، لو انعادت ما راح يتكرر نفس السيناريو، ما تدري، والبرازيل والمانيا لو انعادت مستحيل يتكرر هذا السيناريو في 2014. استغلال، لكن حاليا الفروقات الفنيه بين المنتخبات خاصه بين اليابان
والمنتخبات الثانيه في مجموعه فارق مره شاسع، فليش لا ممكن يكون نتائجها خمسه وطالع. ممكن ممكن، لكن ما اتوقع انها راح تحدث بشكل متكرر بالتحديد في التصفيات قبل او التصفيات النهائيه لكاس العالم. طيب نرجع لمباراه منتخبنا ويا الصين، اتمنى ما الصين. كيف تشوف استعداد المنتخب السعودي هذه المباراه؟ ما ما هو ما في وقت انك تقول بتشوي استعداد جديد. نفسي اقل شيء تقريبا، يعني لازم او يعني تشوف المدرب بيسوي تغييرات في التشكيله او التكتيك عشان نضمن فوز مريح. لازم يكون عنده رده فعل، لازم يكون في رده فعل من اللعيبه ورده فعل من المدرب، لازم يكون في توجيهات واضحه وصامه بان ما نلعب بخط دفاعي او ما نلعب تكتيك دفاعي واللعب على المرتدات، لا لازم نهاجم من اول الدقيقه. عندنا ادوات هجوميه اللي تقدر تخلينا نهاجم، عندنا اللاعبين اللي يقدرون يخلونا. انا مو مع رايك الصراحه. لا لا عندنا السعودي ينقصر خط هجومي شيء كثير، يعني عندنا خط وسط قادر انه يسوي جد العاديه. لما انت حاب انك تهاجم راح تقدر تهاجم. انت قبل شوي كنت تتكلم عن خط الوسط، كيف الحين تقول انت عندنا خط وسط؟ العب الادوات الصح. اوكي العب الادوات. لما تلعب الادوات الصح راح تقدر يكون عندك خط وسط حلو، يعني الخيبري وكنو خارج التشكيله الاساسيه، وكنو ادوارهم الدفاعيه افضل من الهجوميه، فانت عندك ثلاث قلوب دفاع، عندك محورين بادوار دفاعيه افضل من الهجوميه. كيف تبي يكون عندك حل هجومي؟ يعني عندك لاعب واحد مشعب الجوي اللي هو عنده حل هجومي، كيف تبي تشكل خطوه هجوميه وانت عندك بس ثلاث لعيبه، سالم مصعب ومع المهاجم وديف، وكان بعدها دخل مشعب الجوي. حتى لو سويت زياده العاديه ودخلت عبد الرحمن الغريب، انت سويت لخبطه زياده، يعني سحبت لاعب وسط اللي هو الخيبي ولعبته بلاعبين وسط ويلا العب قدام حاسم حوس. يا اخي نبغى شيء منطقيه بالتشكيله. اتمنى مارشين يلعب بافضل تشكيله ممكنه، لو رجع باربع قلوب دفاع راح يكون شيء حلو، لكن مستحيل. طيب يرجع طيب حلو حلو. طيب نايف خلينا نتكلم عن توقعاتك الشخصيه، يعني المباراه القادمه ايش تتوقع تكون المباراه؟ كم عطني رقم. اتوقع ان شاء الله انه راح نفوز بنتيجه كبيره نفس اليابان. لا ما اتوقع بنتيجه كبيره، لكن راح نحقق نتيجه ايجابيه. بصعوبة ولا بسهولة؟ ما أتوقع بسهولة، لكن راح ننتصر. ضد الصين اللي خسر سبعة ما تتوقع بسهولة؟ شوف عوامل الأرض والجمهور يفرق. لما تكلم طب يلعب على أرض والجمهور، الدعم الجماهيري، أمور كثيرة تفرق. يعني لما تكون على أرضك يكون الموضوع أصعب، يعني لأن كان 2022 تعادلنا مع الصين على أرضهم، فبتكون صعبة المباراة، لكن أتوقع إن شاء الله رجال المنتخب راح يكون قدها وثقتنا لا جالت فيهم كبيرة، وأنهم راح يحققون الانتشار ويكون بداية مشروعهم لتحقيق باقي الانتشار في باقي المباريات. جميل، شكرا لك أستاذ نايف. وختاما مباراة التعادل مع إندونيسيا كانت صدمة للبعض، لكن الفرصة جاية أمام الصين عشان نثبت قوة المنتخب السعودي ونسترجع يعني ثقة الجمهور. أعيد وأكرر شكرا لك يا نايف على مشاركتك وتحليلك. نشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية من بودكاست المربع الذهبي. لا تنسون تشاركونا توقعاتكم للمباراة القادمة، وفي أمان الله.